ها شباب، هنفتحوا يا شباب الباب عشان يشوفوا الزيت والمية منين هوات. هذا اللوكر هاي، تمام يا شباب. هنا يا شباب زيت الماتور، تمام، زيت الماكينة يعني. هو انه كان شغال مش واضح العلامة، بس هو لغاية الحزة دي، لغاية الحزة دي يبقى الزيت تمام بتاع الماكينة. طبعا لازم تشوفها قبل ما تشغل. ودي يا شباب قربة المية، لازم تشوف المية ناقصة ولا مش ناقصة. لو ناقصة هتفتح الغطاية وتفضي المية. هوريكم زيت الهيدروليك. وده يا شباب زيت الهيدروليك، لغاية العلامة الخضرة دي يبقى الزيت مظبوط. لو ناقص هتزوده طبعا. وبعد ما شفنا الزيوت والمية، اول حاجة يا شباب هنشغله من المفتاح، وبعد كده يا شباب هننزلوا الغطايا دي. الغطايا دي يا شباب لازم ننزلوها، لو ما نزلناهاش مش هيشتغل. وبعد كده هندوس على الزرار ديتي، لازم ندوس على الزرار ديتي يا شباب. كده البوكات جاهز للشغل. العصاية دي يا شباب والعصاية دي، لو انا شديتهم لورا البوكات هيرجع لورا، لو انا زقيتهم لقدام البوكات هيمشي لقدام. لو انا عايز اجي يمين هشد العصاية دي لورا، كده البوكات يجي يمين. لو انا عايز اجي شمال هشد العصاية دي لورا، البوكات هيجي شمال زي ما انتم شايفين. بالنسبة للباكت والدراع، ده يا شباب اسمه الباكت ودي اسمه الدراع. بالنسبة يا شباب للدراع، الدواسة دي لو انا دوست عليه لورا هيرفع معي الدراع زي ما انتم شايفين. لو انا دوست عليها لقدام هينزل الدراع. ده يا شباب الدراع اسمه، هو ده الدراع. يعني الدواسة دي اللي في رجلك اليسار لو انا دوست عليها لقدام هينزل الدراع، لو انا دوست عليه لورا كده هيرفع الدراع معاي. تمام يا شباب. الدواسة يا شباب اللي في رجلك اليمين، اللي تحت رجلك اليمين، لو انا دوست عليها لقدام هتفتح الباكت زي ما انتم شايفين اهو، الباكت اهو. لو انا دوست عليها لورا هتعبي الباكت، يبقى لورا تعبي الباكت، لقدام تفضي الباكت. بس يا شباب دي كل حاجة في البوكات. ودي يا شباب سرعة الديزل، لو انا زقيتها لفوق كده هتزود الديزل، لو انا خليتها لتحت هتبقى الديزل هادي، يعني سرعة الديزل يعني. كده يا شباب انا شرحت لكم كل حاجة في البوكات. ارجو لو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك والاعجاب وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد ان شاء الله. السلام عليكم.